اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي كلاعب وكمسؤول وكمدرب. يمكن يشتغل فترات طويله جدا في قطاعات الناشئين سواء في مصر او خارج مصر، اكتشف مواهب عده. يعني لو هنقول قائمه اسماء، عندنا قائمه كده مطوله بنتكلم مثلا في 20 25 لعيب يمكن متالقين حاليا حتى في الملاعب المصريه والملاعب العربيه. النهارده بيشرفنا لاول مره في برنامج الترند عشان نتكلم معاه في ملفات كبيره جدا، وملفات كانت ترند على السوشيال ميديا ابرزها قطاعات الناشئين، نظره المواهب، قضيه التسنين، منتخبات الناشئين، نتائج القطاعات في الفتره الاخيره، شغل اتحاد الكوره مع القطاعات دي. كل ده بالتاكيد هنتناوله في الحديث مع الكابتن بدر رجب. كابتن بدر، منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. سعيد بوجودي معاك يا محمد، واتمنى ان شاء الله نبقى ضيوف خفاف على الاخوه المشاهدين وخصوصا جماهير النادي الاهلي اللي احنا عشاق ليهم. اكيد وجودك النهارده كمان مهم جدا عشان هنتكلم على ملفات كتيره جدا كانت في قطاعات الناشئين السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليها. اكيد الفتره اللي فاتت دي كان في احداث كبيره جدا خصوصا على مستوى المنتخبات القوميه وعلى مستوى الانديه، وعلى الانديه انها تراجع نفسها بما فيهم احنا كنادي اهلي، بحيث ان احنا يبقى عندنا نظام شفاف لكل العالم العربي والافريقي والمصري بالتحديد، بحيث ان احنا يبقى عندنا قاعده سليمه في البراعم والناشئين عشان نمد الفريق الاول والمنتخبات بلعيبه ان شاء الله تكون سليمه وقد المسؤوليه ويبقى عندها وعي ومش لعيبه بتاخد مكان لعيبه. ابدا معاك بقضيه التسنين، والقضيه دي شاغله بال كل الراي العام. الموضوع ده لسه مستمر ولسه في كلام كده لغايه دلوقتي، وتطلع قائمه ب10 لعيبه في منتخب من المنتخبات ويتم استبعادهم ويكون لهم تاثير كمان على الانديه بتنافس مع الاهلي في القطاعات. خليني اقول لك يا محمد ان القصه دي انا كنت اتكلمت فيها من سنه وتهاجمت هجوم شديد، وفي الاخر طلع كلامي صح، لان انا ليا نظره مستقبليه وعندي من الخبرات ان انا اقدر احكم على اللاعب بدون كشف بناء على سرعته وقوته وتكوينه الجسماني والشكل العام للاعب بيبان انت سنك قد ايه. لكن ده كنت بتهاجم فيه، والحمد لله طلعت نظرتي سليمه جدا. استبعاد لعيبه من المنتخبات، استبعاد لعيبه من الانديه الفتره اللي جايه، وربنا يستر ما يرجعش حد تاني من المنتخبات اللي سافرت، خصوصا مواليد 2008. ده اللي ظهر على الشاشه وده اللي ظهر في خلال الفتره الاخيره. اتمنى بقيه المنتخبات القادمه يبقى الامور تبقى احسن، وان كنت اشك لان الانديه هي المورد الرئيسي لعمليه التزوير والتسنين. وانا اعني ما اقول، وفي فرق بين التزوير والتسنين. التزوير بيبقى في بعض الاوراق، يعني لعيب يلعب باسم ابن عمه، يلعب باسم اخوه، يلعب باسم واحد ميت، ده تزوير. هي وصلت لكده؟ طبعا ده تزوير. التسنين ان انت تساب بما انك اتولدت بره المستشفى، فتساب سنتين ثلاثة أربعة خمسة من غير شهادة ميلاد، وبعدين تعمل شهادة ميلاد في نفس السنة وتبقى أنت مواليدك، يعني يبقى عندك 5 سنين فتتقيد عندك شهرين، فتلعب بقى تبقى انت ابو محمد وبتلعب ضد ولد مسكين نفس المواليد انت ضربه 5 6 سنين وبيلعب جنبك، فيبان الفرق الكبير ده. وفي الاخر المحصله نتائج وهميه، مكاسب وهي ليس لها اساس من الصحه. الوجود الاساسي لمنتخبات الناشئين والهدف منها هي ان انت تطلع لعيبه للفريق الاول. اي قطاع ناشئين مهمته الاساسيه مش ان انت تاخد بطوله او تاخد كاس او تاخد ميداليه خشب. يعني في انديه كتير مهتميه جدا او مدربين ان هو يكسب بطوله بغض النظر عن قصه التزوير او التسنين. انا ما بقولش كده بعفي اي نادي بما فيهم النادي الاهلي، لو عندنا لعيبه طلع عليها حاجه انا اول واحد في القطاع بطلب انها تتشطب من السجلات، ما تبقاش موجوده. طالما مبدا الغش وعدم الامانه ان انت تاخد مكان لعيب موهوب وتلعب مثلا 3 4 5 سنين في سن مش سنك، يعني انت قضيت على 5 اجيال في نفس مكانك بلعيبه مثلا موهوبه بس مشكلتها الازليه انها كانت طبيعيه. مشكلتها الازليه انها اتولدت طبيعي وتأيدت طبيعي في ميعادها، وحضرتك انت تحيلت وزيفت وفي الاخر بتبطل كوره، يا ريتك بتكمل.
مفيش لعيب على مستوى من ساعه ما اشتغلنا في التدريب واشتغلنا في كره القدم مزور او مسنن كمل كوره، ما بيكملش كوره. هيجي عند مرحله سنيه معينه وهيتوقف الموضوع بالنسبه له. عندما تتساوى القوه يا محمد خلاص ما بقاش في فرق. عندما تتساوى القوه ما بقاش في فرق، لان انت كلاعب انت كمان اتحرقت بما انك كبير بتلعب في سنك وسن اللي اكبر منك واللي اكبر منك على ان ده سنك الطبيعي. لكن لما تيجي تحسب سنك الطبيعي انت بتلعب في السن الاكبر منك في مسابقتين، هو ده سنك الطبيعي. مشكلة شوف كبيرة. بقى انت بطلت كام لعيب وخدت كام بطولة لناديك، كل ده محسوب لك. بس على مستوى المنتخبات احنا مش موجودين بسبب الموضوع ده. احنا ثلاث منتخبات يا محمد، ثلاث منتخبات، منتخب الكابتن محمد عمر، الكابتن عمرو انور، الكابتن ربيع ياسين، رجعنا بدون اي نتيجة. خد بالك انت بتتكلم على مصر، مصر دي العالم كله بيحترمها على جميع الأصعدة، سياسية اقتصادية اجتماعية رياضية، انت بتتكلم على مصر. وقدر النادي الأهلي ان هو بيلعب لمصر وبيشتغل لمصر. ما هم يبقى عندك لعيبة في المنتخبات من النادي الأهلي لمنتخب مصر، دي نجاحات. انت بتتكلم في احسن منظومة على مستوى افريقيا واسيا، الا وهي هي النادي الاهلي، انجح منظومه موجوده في افريقيا وفي اسيا أكيد. النادي الاهلي. طيب صدفت معاك في مره وانت بتلعب قدام فريق منافس لعيب بيلعب بشهاده ميلاد اخوه او ببطاقه اخوه او باسم اخوه؟ ده كتير كتير، ده موجوده في مصر دلوقتي، ده السائد الاعلى. ده انا كنت اسالك على لعيب ولا اتنين. ده كتير. لا لا لا، ده بس السائد. بص يا بيه، المدربين والمدربين اللي ما عندهاش لعيبه مسننه ومزوره بتبقى ضعيفه جدا. فلازم في كل فرقه بفيها اربعه خمسه كده يسندوا الفرقه علشان ياخدوا بطوله، ياخدوا نتيجه، علشان ياخدوا نتيجه وبطوله. لكن على مستوى، طب انا الانديه اللي زورت عمرك شفتها في افريقيا؟ لا. عمرك شفتها خارج الدوري؟ خالص. عمرك شفتها في منافسه؟ لا. طب ما هم احسن قطاعات ناشئين على مستوى مصر الانديه اللي بتزور. هم فين من الفريق الاول؟ هم فين من حظ البطولات؟ طالما انا قطاع ناشئين قوي مكسر الدنيا، اما اطلع على الفريق الاول اكسر الدنيا. طب انت فين؟ انت لا بتكمل وبتحرق نفسك وبتحرق لعيبتك وبتحرق لعيبه اولى منك، اولى منك تبقى موجوده، مواهب بتتقتل. خد بالك يا محمد احنا بنتكلم في قضيه، اولا عندنا قضيتين بيدمروا الكوره في مصر. يوسفنا اقول لك كده، اولا التصوير والتسنين وتداخل اولياء الامور في كره القدم. لا، دي الجزئيه الثالثه اللي انا شفتها في مراحل كانت سابقه يعني. لسه لغايه دلوقتي اولياء الامور بيبقوا موجودين في الملعب وبيتدخلوا وبيتناقشوا. ولي الامر بيرشد ابنه والمدرب بيقول حاجه تانية. بما انك انت حضرتك في البيت اكبر ساعات بتبقى موجود مع الولد، فالولد مرتبط بيك، بيتاثر بيك، مش كده ولا ايه؟ بيتاثر بيك. فزي اللي بيودي طالب عند اثنين مدرسين مثلا انجليزي، ده بيحل بطريقه وده بيحل بطريقه، ده بيعلم بطريقه وده بيعلم بطريقه، في الاخر ما بيبقاش هنا ولا هنا. وبعدين اي ولي امر جايب ميسي، جايب مارادونا، طب امال المدربين والانديه دي بتشتغل ليه؟ شغلتها ايه؟ يعني المدرب ده شغلته ايه؟ ينمي مواهب، مش ينتقي. وبعد الانتقاء يعلم، وبعد ما يعلم يدرب، وبعد ما يدرب يطور. طب دور سعادتك ايه حضرتك كولي امر؟ بجانب بقى التزوير والتسنين، بجانب التزوير والتسنين، ان انت تحفز وتشجع ابنك. هو ده دورك، هو ده دورك، ان تعلمه يبقى ملتزم، تعلمه يبقى شخصيه. انت النادي الاهلي الميزه بينه وبين الانديه الثانيه ايه؟ انت بتدور على لعيب يمثل شخصيه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر في البطولات، في كاس العالم للانديه، في البطولات الافريقيه، فبتمثل مصر. فانت محتاج لعيب يبقى عنده شخصيه من الصغر. انت بتربي شخصيه مش من هو كبير ينزل عيل واحد فيبقى شخصيه قويه، لا، الشخصيه دي تنمى وتكبر مع اللاعب من الصغر، من التزامه، من حضوره للتدريبات، من تنفيذ التعليمات، من النظام اللي يمشي فيه في النادي. كل دي حاجات حضرتك بتبقى متواجده وبتنشاها في اللاعب وبتحافظ عليها وبتنميها له وبتطورها فيه. مش لعب بس، ياما لعيبه كانت كبيره جدا فنيا ومهاريا وخططيا وتكتيكيا، قول زي ما انت عايز، وما كملتش كوره وفشلت في الاحتراف الخارجي ورجعت مصر بطلت كوره عشان شخصيتها مهزوزه وضعيفه.
هو ده قدر النادي الاهلي، ان انت بتعمل شخصيه للاعب عشان لما تلعب في النادي الاهلي وتلعب في منتخب مصر تبقى بتدافع عن علمك وعن شعار ناديك وشعار فانتك اللي بتمثلها. طب كابتن بدر، كل المشاكل اللي بتحكيها دي القطاعات فين؟ اتحاد الكره فين؟ شوف خليني اقول لك، في حسابات احنا براها، لكن لو كل ولي امر عمل حاجه مخالفه، كل لاعب خد مكان لاعب اتشطب او توقف 5 سنين زي ما لعب 5 سنين في مراحل مش بتاعته، صدقني الظاهره دي هتنتهي مدى الحياه. انت بتقترح ان اللاعب اللي يزور في عدد السنوات يتوقف في نفس الفتره؟ نفس الفتره. استحاله حد هيزور، واستحاله حد هيسنن، ويبقى في لجان طبيه مسؤوله. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في ناس مزوره ومسننه بتطلع سليمه، وباين للعيان انها كبيره في السن، وفي ناس مولوده في اوروبا اللي هي الساعه والدقيقه والتايم بيطلعوها كبار. اديني عقلك. ازاي ده؟ ما شفتهاش غير عندنا هنا. دور الاتحاد مهم جدا، وان كنت على الهوا هنا في قناه الاهلي الحبيبه بالنسبه لنا بشكر الكابتن علاء نبيل اللي وقفوا ضد الظاهره دي وبيحارب الظاهره دي بكل ما يملك، لكن انا عايز كل الناس تجتمع على الظاهره دي كانديه. عايز انديه يبقى عندها ضمير، عايز انديه يبقى عندها ضمير. اي لعيب يتمسك بما فيهم احنا النادي الاهلي، انا لا اتنصر من اي مسؤوليه، اي لعيب يتمسك مزور او مسنن علينا ان ناخد معاه قرار فوري ان يبقاش موجود، ومش يمشي من النادي اللي هو فيه يروح نادي تاني يلعب، عشان لما هو يتحرم من الانديه بما انه اتمسك فان مش هيلعب، فاللي جاي بعد كده هيخاف يعمل كده عشان مش هيلعب بعد كده في انديه تانيه. مش هيقرر ده. تمام. النادي الاهلي طول عمره سباق في اخذ اي قرار عقوبي او تربوي، عشان حتى في لعيبتنا يعني قبل الاتحاد ما بياخد قرارات النادي الاهلي بيعاقب لعيبته، وحصلت في الفريق الاول. صح. وحصلت في قطاع الناشئين، وبتحصل في البراعم، وبتحصل عندنا. انا مش عايز اقول ان انا يعني احنا عندنا كل حاجه، كل نادي فيه بعض الحاجات الايجابيات والسلبيات، لكن عليك انك تقلل سلبياتك، مش تمشي ورا سلبياتك اللي بتكسبك ميداليه خشب وبطوله وهميه ومصانع ونجوم ومواهب. مواهب ايه؟ مواهب ايه اما 3 منتخبات بيمثلوا مصر رجعوا؟ ورجعوا ليه؟ وما زال بيرجعوا، وما زال هيرجعوا. خد الجديد بقى يا محمد، ما زال لو حصل كشف في منتخبات بتسافر في لعيبه هترجع حتى في اللي جاي؟ في اللي جاي. ياه. اقول لك على حاجه، اتفضل. في تزوير وتسنين في البراعم. اوكي. في تزوير وتسنين في البراعم. ده احنا تخطينا فكره بقى قطاعات الشباب والناشئين كمان، نزلنا لتحت. تخطيت حضرتك الهدف اللي انت موجود عليه، او النادي جايبك ليه، او النادي جايبك ليه. انت عايز تكسب بطوله ايا كان، ايا كان. يا سيدي الفاضل، احنا بنلعب ماتشات براعم، وانا كنت اتكلمت الكلام ده بخبراتي الكبيره في الامارات وفي مصر، قلت النتائج تحسب على المهارات الاساسيه لعناصر كره القدم. طب المناطق فين في الكلام ده؟ تخيل يا محمد ان انت فضل. ان اللعيبه والمدربين وبعض الفرق بتشوط السنطره ضربه البدايه. لا تاني الحته دي. بعض الفرق او اغلبيه الفرق، انا بوريك ازاي الناس بتلعب على النتائج في البراعم اللي هي مرحله تعليميه بحته. انا راجل شغلتي الكوره بالظبط، وشغلتي البراعم والناشئين. بيشوط ضربه البدايه اللي هي السنطره من الجول للجول. يا نهار اديني عقلك. يعني الحكم يصفر يشوط الكوره عشان يجيبها جول للمرمى، يشوط بيشوط من نص الملعب للمرمى. عنده واحد شويه ما شاء الله ربنا كرمه مسنن ولا مزور، فيعمل الشوطه دي عشان يبقى في اول ثانيه جايب جول بقى كسبان 1-0. انت المطلوب منك في المرحله دي انك تشتغل على مهارات اساسيه تعليميه، ثم تتنقل من مرحله التعليم لمرحله التدريب سواء الفني او المهاري، ثم تنتقل من المرحله دي للعناصر البدنيه والعناصر التكتيكيه والخططيه. هل انت عندك بلان كقطاع؟ هل انت
علمت لعبتك ان في المرحله دي انا مش عايز منك غير ان انت تستمتع بكره القدم اللي هي مرحله البراعم، وتاخد مهارات اساسيه تحاول تنفذ منها اكبر قدر ممكن، ولا اجيب جول من الجول للجول، ولا لاعب اتنين تلاته كده في وسط السكه مش باينين وفي وسط الاعمار السنيه دي ضاربين، واكسب واقول انا كسبت النادي الاهلي وكسبت الانديه الكبيره والقطاعات بايظه، والقطاعات بتتهاجم اما تخسر، واما تكسب ما حدش بيجيب سيرتك. هو انت القطاع ده معمول للنتائج بس؟ لا، ده نتائج، ده المفروض رقم اتنين. والسوشيال ميديا تمسك الانديه الخسرانين كسبانين، حتى النقد نقد غير بناء، حتى اللي بينقدوا ما هي التفاصيل ناس مش واصله لهم يا كابتن بدر، ناس غير بناءه، هي التفاصيل مش واصله للناس كلها. كل واحد عنده صفحه، كل واحد عامل فيها واسع الانديه، معرفش مين اللي اداله الحق يعني. بعض الناس كده تحس انها واصي على الانديه، مصطاد نادي معين ولا ناديين ولا ثلاثه، هو واصي عليهم او واصيين عليهم المفروض يعملوا. ولو دورت على تاريخه الشمس ما شافتش دماغه ولا شافت رجليه ولا تعب ولا يعني ما لبسش شورت، ما لعبش حتى في حتته كره شراب، وتلاقيه بينقد انديه وبينقد مديرين فنيين ليهم باع وليهم تاريخ ومثلوا ناديهم ومثلوا منتخبات ولعبوا في افريقيا ولعبوا كاس عالم وي واحد ما لبسش شورت ولا فانلة ينقدك ويقول لك اصل المفروض. المفروض ايه يا بيه؟ انت بتتكلم في حاجه انت لا حسيتها ولا عشتها ولا لعبتها ولا عندك اي فكره عليها ولا شاف ابعاد التفاصيل. كل القصه ان ممكن يكون حد قريبك حد مشاه، تخيل، فتهاجم ناس بتشتغل وبتتعب وبتشقى وبتبقى من الصبح بالليل في انديتها وبتحاول تطور قطاع الناشئين عندها وبتحاول تدور انها تشتغل وتخلص عشان يبقى عندنا منتخبات قويه، وانت سيادتك ابنك مشي ولا ابنك ما وفقش في نادي او ابنك اتقلش او واحد قريبك النادي ما خدهوش، فالنادي يبقى عدو ليك او الناس اللي موجوده دي عدوه ليك. على اي اساس؟ على اي اساس التقييم؟ على اي اساس انت تبقى فير وعندك مصداقيه وانسان؟ الانسانيه دي ليها معاني كتير قوي يا محمد، غايبه عن ناس كتير في مصر للاسف الشديد، غايبه عن ناس كتير في مصر. إذن اما تبقى انسان أكيد هيبقى ليك منظور وليك عين تشوف بيها، اما تبقى مش انسان عينك هتعمى، هتبقى شايف نفسك بس وشايف ابنك بس ومش شايف ان الناس بتشقى. تشقى، عارف تشقى يعني ايه؟ مدرب البراعم ده محمد، عارف انت المدرس الابتدائي ده اكتر واحد بيتعب في المرحله التعليميه، هو اللي بيعمل الاساس، هو اللي بيعمل الاساس. هو انت مراحل التاسيس دي بالنسبه لك ابنك قريبك مشي من النادي مشوه ما بيحبهوش ظلموه قبضوا ارتشوا كوسه وصايت ابناء لاعبين ابناء عاملين، ما فيش في الكوره كده بيه. الكوره فضحها، لا انت عندك ملعب الكوره فضحها. الملعب كره القدم ده اسمه الكاشف للكذب، الكاشف للكذب. عايز تكشف الكذب الملعب النجيله، اذا كنت مزور او مسنن او ما بتعرفش تلعب الناس شايفاك. انا حابب بس اوضح النقط دي يا محمد ليه؟ لان احنا بنعاني وهنعاني، عندنا شغل كتير قوي، احنا نفسنا نشتغل كوره، انا نفسي اشتغل كوره. انا سايبك تتكلم لان بصراحه انا بقول لحضراتكم النهارده الكابتن بدر راجع جاي في توقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم على القضايا ديت، بتتكلم فين المواهب، فين اللعيبه اللي بتطلع من قطاعات الناشئين للفريق الاول، موضوع التسنين، موضوع التزوير. فانا سايب الكابتن بدر يحكي ويقول ان هو واضح ان جواه كتير، لسه عندي تفاصيل تانيه، وانا سايبك تقول كل اللي انت عايز تقوله، ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند والفقره الحواريه الممتعه واللي كلها يعني قنابل وتفاصيل وكواليس مع الكابتن بدر رجب. كابتن بدر بالتاكيد يمكن التفاعل كبير على السوشيال ميديا من خلال كل التفاصيل اللي ذكرتها حضرتك، وعايز اتكلم بكره منتخب الشباب مع الكابتن احمد الكاس، عنده اول مباراه رسميه في التصفيات تحت 17 سنه، وعنده مباراه مع البلد المنظم منتخب المغرب. خليني اتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر وللكابتن احمد الكاس، لكن انا عاذر لاحمد الكاس من قبل ما يبدا طبعا. كاس اتحط في حاجه مش بتاعته،
وده اللي عملتها فيه الانديه اللي بحكي لك عليه بقى. اما جه خد لعيبه والراجل على ان اللعيبه دي سلام واعتمد عليها في الماتشات الوديه وفي المعسكرات اللي عملها ورايح من غيرها يلعب في بطوله قويه جدا. 10 لعيبه مره واحده خرجوا بره القايمه. خرجوا بره القايمه. 10 لعيبه ده عدد مش صغير. يعني 8 ولا 10 قوام فرقه. انت بتتكلم في قوام فرقه فالله يكون في عون الكاس. وده احنا كانديه انا بقول لك اهو انديه عملتها فيه. لان ده مدرب منتخب بياخد اللعيبه هو ماله قصه سن دي القايمه المختصره بقى اللي سافر بيها خلاص يعني بنسبه نهائيه يعني ماله بياخد لعيبه مسننه ولا مزوره هو يعرف منين هو شايف لعيب بيأدي عنده سرعات عنده قوه عنده بياخده على انه مثل مصر وبعدين يكتشف قبل ما يسافر ان عنده لعيبه مش هتلعب معاه هيجيب لعيبه ياخدها على الجاهز صعبه لا خالد فكر ولا تكتك ولا خططي ولا اشتغلت معاه معسكر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ولا يزعل على المعسكرات اللي خدوها ناس ما تستاهلش تبقى موجوده وبقت بره المنتخبات. طب والراجل بقى اللي رايح بقى في منتخب مصر نرجع بقى نقول الكاس ما لا يصلح المدربين وحشين، المدربين وحشين في ايه؟ اما احنا اصلا عملنا له بيئه فاشله غير صالحه قبل ما يروح المنتخب قبل ما يروح يلعب مع المنتخب. بيئه فاشله يعني عوامل النجاح غير موجوده الا توفيق ربنا. الا توفيق ربنا. واخد بالك يا محمد؟ وعايز اقول لك على حاجه يا محمد، يعني انا عايز اشكر كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي وكابتن تامر حفني واشكر مدربيني على احنا بنكمل يعني شغل اللي بدوه قبلينا، احنا جايين لاقيين فيه اساس موجود، احنا بنكمل شغل الاخرين، ما حدش بيشتغل لوحده. لو الانديه عرفت كده والمنتخبات عرفت كده ان انت بتكمل شغل زميلك، انا كمدرب بعد لعيبه علشان تروح المنتخبات وتمثل النادي، بالتالي مدرب المنتخب يبقى محظوظ جدا اما نبعت له لعيبه. بالطريقه دي انتوا بتحاربوا مش بتشتغلوا بس، يعني لما تلاقي معظم الفرق اللي بتواجهها، انا لما شفت قائمه 10 لعيبه من فرق دون ذكر مش هنذكر اسماء خالص عشان ما تفتحش حاجه لحد، لا طبعا، بس انت بتواجه فرق منافسين اساسيين ليك سنويا في ال 2005 وال 2008 و 2003 قبل كده، وتطلع الاعمار السنيه دي فيها تسنين وفيها تزوير بالشكل ده، ده انتوا بتحاربوا مش شغل بس. انت متخيل لما واحد يتمسك في 2003 ولا 2005 ولا 2008 عنده كام سنه دلوقتي 14 15 سنه يعني وجاي النادي بقاله 6 7 سنين وانت مخليه في النادي، انت متخيل احنا فين؟ ده مش واحد. انت طب انا هقول لك على حاجه غريبه جدا يا محمد. اتفضل. انت دول بس اللي اتمسكوا، امال اللي في الانديه بقيه ال 30 لعيب ولا ال 50 لعيب اللي في القائمه اللي ما انضمش للمنتخب اخبارهم ايه؟ اخبارهم ايه؟ ودوري القطاعات والمناطق اقول لك على حاجه، ده سلسله طويله. في انديه اتكشفت بعد ما لعبتها وقعت ما بتلعبش معاها. انديه اتكشفت وابتدت تتغلب دلوقتي. وابتدت تتغلب دلوقتي. تمام؟ ليه؟ لانك من الاول ما حافظتش على القوام السليم. اللعيبه اللي هي تستاهل تبقى موجوده. ويتبعت لك يقول لك دول يروحوا ودول ما يلعبوش ودول طب ليه ما يتمش تعميم يا كابتن بدر؟ يعني نعم؟ انت بدل ما عملت ده للمنتخب، ليه ما يتمش تعميم على المسابقه في حد ذاتها؟ والاتحاد يعمل ده. انت بتتمسك مزور دولي او مسنن دولي ومحلل تلعب في المحل. طب ما شفتهاش غير في مصر. دي غريبه. ما شفتهاش غير في مصر. ده الطبيعي لما يتم الكشف عن الاسماء دي يعني. ما تلعبش محلي. وتبدا تعمل بقى كشف ظاهري على كل فرق القطاع. اقول لك حاجه، عايز ما بقاش في تسنين من الاخر، يعني النادي اللي يتمسك يقعد سنتين بدون قيد. عندك حق. قصدي بيأثر على المنتخبات. اديك حاجه تخلي الانديه تفتش وتبقى عندها هي اللي تدور. تدور وتبقى مهتمه جدا ان اللي موجود ده 100% كل حاجه عنده سليمه. اوقف النادي اللي يتمسك سنتين قيد. واوقف اللاعب اربع خمس سنين على قد ما لعب. واسحب منه البطولات المزيفه اللي خدها. ويتعرق قدام كل الرياضيين في مصر ان في انديه عندها كذا 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 لا يمكن التعامل معاها، انما انت راجل ما بتتعاقبش. راجل بتبقى مزور دولي وتلعب محلي. راجل بتبقى عندك حاجات انت عارف انها مش مظبوطه وتقول ايه؟ لا ده سليم، الورق سليم، ورق ايه اللي سليم يا بيه؟ ورق ايه اللي سليم؟ طب اروح معاك للمنطقه دي لمنطقه تانية. اتفضل. بقيت اشوف في استثمارات في موضوع الاكاديميات والقطاعات والبراعم.
ده بيبقى فيه منافسة صعبة ولا منافسة ماشية ازاي، ولا الاتحاد فين من الجزئيات اللي زي دي؟ هي في حاجة اسمها استثمار يا محمد في الكرة. ممكن استثمر بس في مرحلة معينة في الفريق الأول كناحية تسويقية، لكن قطاعات الناشئين الاستثمار تسويق، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. يعني انت عندك ناشئ بتجهزه، يا اما تبيعه يا اما اعاره، يا اما يلعب الفريق الاول، يا اما يلعب في اوروبا. هو ده التسويق والاستثمار. لكن انا اخد من لعيب فلوس ايوه، عشان يتقيد في المنطقه ولا في الاتحاد عشان يلعب كوره، هو انا كده اقول بستثمر بقى ولا اقول للجماعه دول، اقول لهم كلمه واحده مختصره جدا في الموضوع ده: اذا الكوره مش هتصرف عليك ما تلعبهاش، ما تلعبهاش. ما تلعبهاش، الله، خليك العبها في الجامعه هوايه، العب حاجه تانية، العب حاجه تانية تبقى انت مميز فيها. اصل انا اعرف ان الاستثمار ده يعني ايه، اجيب فرقه اصرف عليها، اعد على لا، ما الجيل بتصرفش ده. عليها حضرتك. انت بتاخد منهم فلوس؟ لا، ما بتصرفش عليها. بياخد منهم فلوس، ما بتصرفش عليها حضرتك. ما ده الاستثمار اللي ولي اعرفه. الامر بيدفع فلوس مسكين عشان ابنه يسجل ويلعب بطوله زي ما قلت لك مزيفه. الموضوع ده مزيفه. زاد عن الحد شويه. زاد جدا يا محمد. انت بتلعب بطولات في البراعم اللي هي مرحله التاسيس، فيها منافسه. عايز يبقى عندك لعيب الكوره ليه؟ عايز يبقى عندك مواهب ليه؟ بتتقتل بدري. انت المواهب تقتل بدري لانها بتلعب في مراحل سنيه ومسابقات غير مدروسه. غير مدروسه. ما ينفعش برعم يتحط تحت ضغط. من 6 سنين اهو، انا بتكلم في اللي اعرفه واللي اشتغلته واللي نجحت بيه، سواء في النادي الاهلي في مصر او في الامارات. في الامارات، من 6 سنين ل 14 سنه مرحله بناء للاعب مش وتاسيس منافسة. للاعب، مفيش اي منافسه. المنافسه بعد 17 سنه، مرحله التكوين من 14 ل 17. ل 17 اللي هي بتمضي بعدها سن الاحتراف وتمضي عقد من 18 سنه، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. هو الفيفا ده بيعمل قواعد واسس مش عشان يعلمنا؟ ده علم. طب احنا ليه حضرتك بنخش في منافسات غريبه الشكل وفيها مزورين وفيها زي ما قلت لك مسننين وفيها ناس عايزه تكسب وفيها مدرب بيشوط من نص الملعب يخلي اللعيب يشوط؟ يعني انت انا موضوع انه الاساس يسنتر من نص الملعب والله يجيب جون، اه ده والله العظيم. انت شفتها اكيد. تخيل انت المرحله التعليميه التاسيسيه انت فاقدها من 6 ل 14 سنه، يعني 8 سنين انت بتتعلم كوره. انت بتتعلم كوره. بتتعلم كوره. تخيل انت فاقدها في مصر وترجع تقول لي يا محمد ما فيش مواهب. ما فيش مواهب. ما انت قاتل للمواهب حضرتك. هي ازمات كبيره جدا، موضوع الاستثمارات، موضوع التسنين، موضوع التزوير، نظره المواهب تحطها عنوان، وعندك كل التفاصيل اللي شرحها الكابتن بدر رجب. الله ينور عليك. طيب هروح معاك لموضوع تاني، وكان برضه توبيك على السوشيال ميديا، موضوع محمد رأفت. ايه القصه وايه الحكايه؟ ولو عندك ختامها وتقفل الموضوع. محمد رأفت لعيب في النادي الاهلي، ووالده طبيعي جدا، اي والد بيخاف على ابنه، ادانا غالي زي ما بيقولوا. لكن انا بقول لك على لسانه، هو ابو محمد رأفت قال انا امضي للنادي الاهلي 10 سنين على بياض. فمحمد لاعب في النادي الاهلي وابن من ابناء النادي الاهلي كده الموضوع اتحسن، ومقيد في النادي الاهلي، ومقيد في النادي الاهلي وموجود في فرقه 2005. محمد لعيب كويس ان شاء الله. اكيد اكيد مصلحه محمد ومصلحه النادي هتتلاقى في نقطه، وفي الاخر تبقى مصلحه مشتركه للولد وللنادي. لكن محمد ابن من ابناء النادي. محمد رأفت ان شاء الله ان شاء الله يبقى حاجه كويسه في النادي الاهلي. وزي ما قلت لك هو اهلاوي، والده اهلاوي، والكلام ده مش انا اللي بقوله، والده قال الكلام ده ان هو يجي بكره يمضي للنادي الاهلي 10 سنين على بياض. الناس اللي بتحور في السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم، خليكوا في حالكوا وسيبوا اللعيبه وسيبوا الناس تختار الانديه اللي بتحبها وسيبوا الناس تخلص للنادي اللي رباهم واللي علمهم واللي كبرهم. ما تبقاش انت تخش تخطب كده على الجاهز. كان في حد بيلعب في دماغ اللاعب؟ اكيد طبعا. الناس فاضيه. ما تعمل انت في انديتك، انت مش عندك قطاع ناشئين. ما تدرب يا استاذ. ها، ما هو ده اللي بحكي لك عليه. اتعب شويه، ما تتعب شويه بدل ما تقعد تخطب في الانديه، بدل ما تقعد تملى دماغ ناس وتضحك عليهم وتقعد تعمل لهم غسيل مخ ومش هيلعبوك ومش هيعملوك. النادي الاهلي اكتر، لا اكتر نادي، اكتر نادي في مصر طلع لعيبه في اوروبا.
14 لعيبه. انتوا حاليا كمان بتعملوا معايشات للعيبه بره. النادي الاهلي بيعمل في الفتره الجايه هيبقى في تعايشات للعيبه في اوروبا. النادي الاهلي اكتر نادي ورد للمنتخبات المصريه لعيبه. انا بقول لك انجح منظومه موجوده في افريقيا وفي اسيا النادي الاهلي. هو انا لما يبقى عندي حاجه كويسه ليه ما اتعلمش منها؟ دايماً ليه ما سندهاش؟ ليه ما امشيش وراها؟ ليه اهدمها؟ ليه نبقى ناس بنهدم ها قاتلين للمواهب، قاتلين للناس اللي عايزه تنجح، بتعطلونا. انت عايز تعطلنا ليه سيادتك؟ ايه اللي هيجي لك؟ ليه ما نحطش ايدينا في ايدين بعض كانديه ونقول احنا عندنا شغل كتير جدا عشان نخدم مصر؟ هو في الاخر الانديه دي مش بتمثل مصر يا طبعا. جماعه الخير طبعا مش كده ولا لا؟ الانتماءات يا كابتن بدر للاسف في بعض بيبقى الانتماءات غالبة على شغله. يعني انتماءات الانديه تبقى غالبه عن انتماءات الوطن للأسف. هل يعقل؟ للاسف. وفي الاخر كنا هنتلاقى يعني اللعيب اللي هو بيلعب في النادي ده مش هيقابل زميله في منتخب مصر في النهايه بيكون هيقابل في منتخب مصر. وهنبقى يا محمد انا عايز اخلق جو رياضي، انا عايز يعني عايز الانديه تبقى تشتغل رياضه. مش عايزين نضحك على بعض، احنا مش في سن منافسه، احنا مش المنافسه دي بعدين من 17 سنه، المنافسه من 17 سنه مش من 8 سنين و7 سنين و14 و15 سنه عمال تنافس وعايز تكسب وعايز تقول انا بطل. يا بيه انت ما بتكسب، انت بطل من ورق. طب فرصه بطل من ازاز، اي حد يخبطك يكسرك. فرصه بقى وانت معايا اسالك على موضوع المعايشه. درست الموضوع ده وايه القرارات اللي اتخدتوها في الموضوع ده في الملفات الفتره الاخيره؟ الموضوع ده موجود والنادي الاهلي دايما سباق. احنا عملنا النادي الاهلي قبل انا ما اجي حتى وقبل ما نبقاش موجودين في القطاع، ما نبقى موجودين في القطاع، النادي الاهلي طلع لعيبه في التشيك وما زالت موجوده. موجودين في معايشه في التشيك ولسه عنده ان شاء الله في اوروبا حاجات تانية. بص يا محمد، لما يبقى عندك رئيس نادي تربوي ولعب كوره، انا بحب الكابتن الخطيب على المستوى المهني يعني قول زي ما انت عايز ومالوش دعوه بالشغل. انا امشي بكره ما عنديش مشكله، لكن هفضل احب الكابتن محمود الخطيب والناس اللي بتحب تخدم كره القدم والناس اللي كانت موجوده قبليه، الناس بتحب والناس اللي هتيجي بعديه. ليه؟ اما يبقى عندك رئيس نادي عارف يعني ايه كره قدم. انت متخيل بتتعامل مع لجنه كوره لعيبه كوره، لكن لما بتتكلم مع ناس ما لعبتش كوره كل حياتها ازاي تكسب فلوس، ما لهاش دعوه، هيبقى الموضوع صعب. الموضوع صعب جدا. في ناس بتبني لانديتها وبتخدم انديتها وعلى راسها كابتننا وكابتن مصر واسطورتنا كابتن محمود الخطيب. وانا بقول لك مش بقول كده عشان انا موجود في النادي الاهلي، هات كل احاديثي هتلاقيني طول عمري بحب الكابتن محمود الخطيب لانه رياضي من الطراز الاول. نادي الاهلي نادي رياضي، رئيسه نادي رياضي، وبشجع الانديه اللي عندها رؤساء انديه. اللي عايز بقى عنده فكر يضيفه النادي ملوش دعوه انت موجود في الحدث ولا مش موجود، اللي بيخدم النادي ده بيخدمه يا محمد وهو بره النادي مش جوه النادي. مش معنى ان انا شغال في النادي الاهلي اخدم في النادي الاهلي، لو مشيت من النادي الاهلي بكره اي حاجه تخص النادي الاهلي انا هعملها. لان انا عارف ان في الاخر هتعود على مصر. انت اما الكابتن بيقول لك انا عايزك تعمل لعيب للفريق الاول، عمره ما دور انه يدور لك مين كسب بطوله او 2005 عمل ايه او 2006، احنا عايزين نطلع فريق اول، عايزين نطلع لعيبه الفريق الاول. ما هو شايفينه حتى ما هو قطاع شغلته كده احمد نبيل كوكا دلوقتي، لكن مش عايز اطلع لعيب انهزامي. بص بقى، مش عايز اطلع لعيب معدوم الهويه والشخصيه، انهزامي. بس هو بيتغلب ازاي؟ بيتغلب مع ناس مع ابو محمد وابو ابراهيم وابو حامد، الناس الكبيره في السن. بس كابتن بدر انت نورتني وشرفتني وحوار ممتع جدا معاك، ويمكن القيت كده بقنابل مهمه جدا في مشاكل القطاعات. والحلقه دي مش هتبقى كفايه، اكيد في الفتره الجايه يكون في سلسله من الحلقات كل فتره. اتفضل. عايز اقول حاجه يا محمد قبل ما تنهي بعد اذنك. اتفضل. انا عايز اشكر الكابتن علاء نبيل لانه فعلا متصدي لقصه التسنين والتزوير، بشكره وبقول له ربنا معاك ويكمل على كده. اكيد. واحنا كمان بنشكرك وموفقين يا رب باذن الله في القطاع، كابتن بدر وكابتن محمد شو وكابتن وليد سليمان، واكيد هيبقى في سلسله حلقات الفتره الجايه نتابع معاك كل الملفات دي ان شاء الله. شكرا جزيلا محمد. شكر. شكرا جزيلا للكابتن بدر رجب، كان كلام مهم جدا على قطاعات الناشئين، التسنين، التزوير، المراحل السنيه، مراحل القطاعات، المنتخبات بتتاثر ازاي، الاستثمارات اللي بتحصل دلوقتي في فرق القطاعات والبراعم ازاي لها دور سلبي على المواهب اللي ما بقتش موجوده في الكره المصريه. دايما في الترند بنشوف قضايا وملفات بتبقى توبيك على السوشيال ميديا وبنناقشها مع اطرافها ومع مصادرها.
ودايما مستمرين اكيد في فتح ملفات مختلفه في كل فقرات برنامج الترند في الايام المقبله. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا حلقه جديده مليئه بالاخبار والكواليس وايضا القضايا اللي بالتاكيد هنطرحها في الفقره الحواريه في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.